مساء الخير على كل مشاهدينا، وعودة من جديد لبرنامجكم المفضل هاند ميد وبس. هاند ميد وبس رجع لكم بشكل جديد. هتسألوني هتقولوا لي ايه الجديد فيه، هقول لكم ان احنا مش هنعرض لكم مشغولاتكم الفنية بس، لا احنا كمان هنهتم بصحتكم. علشان كده احنا هنعمل فقرة طبية في البرنامج عشان نعرض كل المشاكل اللي انتوا بتتعرضوا لها. عشان كده احنا اطلقنا مبادرة هنساعد. وفي البداية احب اشكر سنتر شيكو وشريف لانه هيتبرع بمجموعة من البواريك للأطفال وبناتنا الصغيرين مرضى سرطان، ربنا يا رب يشفيهم ويعفو عنهم. وكمان هيعمل خصم أكتر من 50% للسيدات من الهاند ميد. ودلوقتي هنبدأ بالفقرة الطبية بتاعتنا اللي احنا قلنا ان احنا هنهتم بيها. هي معانا النهاردة دكتور عماد عبدالله الظاهر، أخصائي العلاج الطبيعي ونائب رئيس مجلس إدارة مراكز الحياة، دكتور خالد يوسف. برحب بك يا دكتور. أنا بخير أستاذ شيماء. دكتور، في البداية كده أنا عايزة أشكر حضرتك وأشكر دكتور خالد يوسف لأن أنتوا تعتبروا الضلع الأساسي في مبادرة هنساعد. عايزين نعرف أنتوا هتقدموا إيه لكل الهاند ميد. في البداية أحب أشكر حضرتك وقناة الصحة والجمال على الاستضافة، وأحب أحيي جميع السادة المشاهدين. المبادرة بتاعتكم اللي إحنا اتكلمنا فيها مع بعض على إن إحنا عايزين نساعد العاملين في الحرف اليدوية أو الهاند كرافت، ان احنا عايزين ندعمهم خصوصا في مجال العلاجي، او ان احنا نعمل لهم سبورت لان هو الفئه دي من الجمهور يمكن ما فيش تغطيه تامين صحي ليها او ما فيش نقابه تجمعهم، فبالتالي بيكون العلاج بالنسبه لهم ممكن يكون مكلف او غير متوفر او ما فيش مظله نقابيه بتجمعهم. فبالتالي كانت المبادره اللي احنا اتكلمنا فيها ان احنا هيكون في تعامل بالنسبه للعاملين في الهاند كرافت او الهاند ميد، ان احنا نبدا نغطيهم بحاجه زي التامين الصحي او زي الاشتراكات بتاعه النقابات، ان احنا نبدا نتعامل ونديهم نفس التخفيض اللي بيحصل عليه المشترك في النقابه او المتعامل مع اي نظام تامين صحي متواجد. المبادره بتتضمن ان احنا بنقدم لهم خصم 50%. 50%. اوكي. طبعا يعني دكتور خالد مشكورا وافق لنا ان احنا نقدر ناخد خصم بالشكل ده، ويعاملوا نفس معامله النقابات المشتركه معانا في مراكزنا، ان هم بياخدوا خصم 50% على جلسات العلاج الطبيعي في جميع المراكز بتاعتنا ان شاء الله. ده بالاضافه لمفاجاه تانية دي يمكن حتى يعني ما قلناش لحضرتك عليها ولا حتى للقناه، بس حابين ان احنا نعملها يعني مفاجاه على الهواء. اتفضل يا دكتور. لحضراتكم ان كمان ان احنا عرفنا ان في مجموعه من العاملين في الحرف اليدويه من اصحاب او المصابين بمرض السرطان، فاحنا كدعم مننا بعد موافقه الدكتور خالد طبعا اخذنا موافقه على ان احنا نستقبل 10 حالات مجانيه كل شهر يعالجوا مجانا تماما من اصحاب الحرف اليدويه المصابين بمرض السرطان. فدي طبعا حاجه اكسكلوزيف يعني كنا حابين نعمل لكم مفاجاه على الهواء. حاجه حلوه جدا. وكمان انا احب اشكر على الهواء دكتور خالد يوسف رئيس مجلس اداره مراكز الحياه كلها. وكمان كنت عايزه اسال على حاجه، فنانين الهاند ميد عامه شاملين المحافظات كلها، صحيح الاوبشن دوت خاص لمحافظه القاهره بس ولا لكل المحافظات؟ لكل المحافظات. لكل المحافظات. طب خلاص يبقى احنا نقول لهم كده تشجعوا خلاص اي حد عنده اي حاجه، دكتور خالد فاتح مراكز الحياه ليكم. دكتور، في البدايه عايزين بقى نتكلم عن ايه هي اكتر المشاكل اللي بيعاني منها فنانين او فنانات الهاند ميد. احنا عارفين عامه ان هم كل شغلهم يا اما بالايد، بيعانوا من الام في المفاصل، الام في الكف ايديهم، في الرقبه، في الظهر. ايه اكتر المشاكل اللي ممكن حضرتك تشوفوها عندكم في المركز؟ طيب احنا مبدئيا كده عشان نبدا نتكلم على الاصابات اللي بتحصل ودور العلاج الطبيعي فيها، فاحنا عايزين نقسم المجموعات من المرضى دول لفئات مختلفة، وبناء على كده احنا هنبدأ نقسم الدور بتاع العلاج الطبيعي فيها. تمام. الفئة الأولى أو الدور الأول اللي بيقوم بالعلاج الطبيعي هو البروفلاكتيك فيز أو المرحلة الوقائية، ازاي ان احنا نحمي الفنان أو العامل أو المختص بالمجال بتاعه، ان احنا بنحميه من الإصابة دي عن طريقة في علم كبير جدا اسمه علم الأرجونومكس. علم الأرجونومكس ده مختص بالقياسات البشرية، بمعنى ان احنا كل انسان في الوظيفه بتاعته بيتطلب ان هو يكون في وضع معين، فازاي ان انا اجعله في الوضع الامثل لزياده الانتاج ولحمايته قبل كده كمان من الاصابه بالامراض سواء الحركيه او في الجهاز الحركي او اي امراض تانية ممكن تصيب. تمام. فاحنا بنبدا نمسك الوظيفه بتاعت اي عامل او اي فنان او اي شخص بيشتغل في اي وظيفه، نبدا نحلل الوظيفه بتاعته بتتطلب ايه من الاوضاع، هل بتطلب انه يكون واقف مده طويله، هل بتطلب انه يكون جالس لمده طويله، نبدا نعمل القياسات بتاعتنا ونبدا نقول له والله انت الكرسي اللي انت محتاج تقعد عليه هيكون مواصفاته كذا، ارتفاع الكرسي عن الارض بيكون كذا، وضع الركبه بيكون في زاويه معينه،
وضع الكوع بيكون في زاويه معينه، وضع الظهر بيكون في زاويه معينه، هل هعمل باك سبورت او يعني مثلا الظهر منخفض ولا مرتفع، نفس الكلام الرقبه وضعها بيكون عامل ايه. بكده ان انا ببدا احمي واقلل درجات الاصابه لاقصى درجه، ان انا يعني بدل ما نوصل لمرحله الاصابه ونبدا نعالج، لا انا بحميك من الاصابه. يعني دي طرق وقائيه الاول ان هو ما يوصلش ان هو يتعب. بالظبط طب دكتور، في بعض الناس بيشتغلوا بايديهم، يعني طبعًا. مثلا زي مصممين الكروشيه، صحيح. الابره بتبقى في ايديهم، صحيح. بيحصل عندهم اصابات في صوابع ايديهم، صحيح. او في كف ايديهم، صح. دي نقدر نعالجها ازاي؟ دي احنا بنقدر نعالجها بان احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا اول حاجه هنبدا نحلل هو مبدئيا العامل في مثلا حاجه زي الكروشيه او في المجال ده بيطلب ان هو يكون جالس مده طويله، فاول حاجه هبص عليها الكرسي اللي هو قاعد عليه ارتفاعها هيكون ايه، لان هي الجسم ده يونت واحده بيتعامل كله مع بعضه، لو الركبه مرتاحه، الكعب مرتاح، الظهر هيكون مرتاح، الرقبه هتكون مرتاحه، الكتف مرتاح، الكوع مرتاح، الايد مرتاحه، تمام؟ تمام. لكن لو حاجه منهم فيها مشكله بتبدا تحصل حاجه اسمها حركه تعويضيه، ان الجسم يبدا يعوض المشكله اللي موجوده في المنطقه دي بانه بياخد وضع استثنائي في المنطقه الاخرى، بالتالي تبدا تحصل الاصابه. عشان ندي مثال بسيط خالص، احنا مثلا عندنا في العربيات الكاوتش بتاع العربيه لو الضغط بتاع الكاوتش او الاطار نفسه منخفض شويه، ده بيبدا ياثر على اتزان العربيه، بعد كده بيبدا يحصل فيها مشكله في التوازن بتاعها، بعد كده بالتدريج بتبدا تحصل اصابات في جسم العربيه نفسها، تمام؟ فاحنا لازم نبدا نشتغل على الكور بيرسون او الكور كوز او اللي هو السبب الرئيسي اللي مسبب المشكله دي، فاحنا بنتعامل مع الجسم كيونت واحده. في المثال حضرتك بتتكلمي عليه، انا محتاج ان هو يكون الباك بتاعه يكون سبورتد كويس، او الظهر بتاعه يكون في مسند كويس جدا، ان الرقبه بتاعته تكون في وضع كويس، ان الكتف يكون في وضع كويس، والركبه، واخر حاجه ممكن نبدا احنا بنشتغل عليها هي الرسخ او معصم الايد، تمام؟ مش لانه اقل اهميه، بس لانه هو كل ده هيصب عليه، وبالتالي العضلات كلها هتكون في وضع مش سليم وتبدا تاثر عليه. عشان ندي مثال عملي للناس شويه، لو انا عايز اتكلم على منطقه الرسخ تحديدا، احنا في اكتر من حاجه ممكن نتعامل عليها. اولا بدل ما احنا بنحتاج ان احنا نوطي مثلا لقدام شويه علشان ان احنا نبدا نبقى فوكس او مركزين على الشغل اللي في ايدينا، احنا نقدر نرفع التيبل نفسه او مسطح العمل اللي احنا شغالين عليه، سواء هو كان ترابيزه او حاجه، او بنجيب مخده وبنرفع شويه بحيث ان هي تبقى فيها درجه ميل ان هي تساعدنا ان احنا نقدر نشتغل. الوضع دوت مش بس بيساعد الرقبه، هو كمان بيساعد الايد، لان هو من ضمن الاصابات الكتيره اللي بتحصل في فنانين الهاند ميد الاصابات بتاعت اختناق عصب الرسخ، والاصابات دي يعني هو للاسف بتحصل في الستات كمان اكتر من الرجاله، لان هي مرتبطه باكتر من عنصر تاني. فمجرد ان احنا بنرفع ايدينا، هو بس احنا مش ريحنا رقبتنا وكتفنا كمان، وريحنا الضغط على الاعصاب بتاعت الغضاريف بتاعت الرقبه الموجوده، لا كمان العصب نفسه هيكون في وضع كويس، لان العصب ده بيتخنق في وضعين، الوضع ان انا اكون عامل ايدي بالشكل دوت، فانا بالتالي لان العصب بيمر في المنطقه دي كده، بيمر في مجرى في المنطقه دي، لما احنا بنعمله كده هو بيتخنق تحت ايدينا. فالوضع دوت يخنق العصب، والوضع ده يعمل عليه ستريتش او يعمل عليه اطاله، فالعصب طول الوقت يكون عليه ستريس. فلما احنا واحنا شغالين هم بيبقوا شغالين بالشكل ده، فالشكل ده يعمل عليهم مشكله، تمام؟ او ان هم شغالين بالشكل ده، فالشكل ده برضو بيعمل مشكله على العصب. لكن لما انا بكون مريح ايده على مخده او على حاجه او على مستوى مرتفع، هو هيقدر يشتغل وايده في مستوى سليم او في خط مستقيم. هو لو شغال بالشكل دوت انا بقلل الاصابه مش اقل من 70-80%. بيبدا العنصر الثاني اللي ممكن يسبب الاصابه هو الاوفر يوز. الاوفر يوز بمعنى ان انا بستخدم لمده طويله، فالعضله بتاعتي مش مؤهله انها تفضل تشتغل لمده طويله. يعني حضرتك طيب. تنصحهم ان هم يفصلوا كفترات، ما يقعدوش طبعا. دايركت مثلا كام ساعه على طول. طبعا ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، لان هو المشكله او الحل الاولي ده احيانا بيكون صعب بالنسبه للناس، يقول لك انا عندي ضغط شغل وبكون مركز وهو عايزين يخلصوا فعلا. فاحنا كحل برضو وقائي ان احنا قبل ما بنبدا نشتغل، زي ما لعيبه الكره قبل ما بيبدا ينزل لازم يعمل عمليه احماء او تسخين، الكلام ده مهم جدا، حتى لو احنا بنشتغل في فاين موفمنت او الكلام ده مهم جدا ان انا اعمل عمليه اطاله للعضلات بتاعه المعصم نفسه او الرسخ، والعضلات بتاعه الايد من فوق، لان هي دي العضلات اللي بتشتغل طول الوقت. فاحنا بنعمل حاجتين قبل ما بنبدا الشغل، احنا بنعمل عليها عمليه اطاله وعمليه احماء، والاهم من ده ان احنا بعد ما بنخلص، دي حاجه مهمه جدا الناس كلها ما بتعملهاش، حاجه اسمها الكول داون. زي ما انا بسخن في الاول لازم ابرد العضله في الاخر، بمعنى ان العضله لما بتفضل تشتغل مده طويله بيبدا يتكون فيها او بيتجمع فيها كميات كبيره من حاجه اسمها لاكتيك اسيد او منتجات الحركه او الهضم او التمثيل الغذائي اللي حصل جوه العضله اثناء الشغل. فاحنا محتاجين نعمل له حاجه اسمها يعني
وش اب او ان احنا نبدا نتخلص منها او نحركها. فالعضله لما بيتجمع فيها كميات كبيره من اللاكتيك اسيد ده، العضله يبدا يحصل فيها سبازم او يحصل فيها زي شد عضلي او تراكمات، فاحنا لازم نتخلص منها. نتخلص منها ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل اطاله. لما بنعمل اطاله للالياف دي نبدا نوسع لها ان هي تبدا تتحرك في المجرى الدموي، وان الدم يوصل احسن للعضله، وبالتالي الدم يقدر يسحب المخرجات دي وياخدها في مجرى الدم، وبالتالي نقلل الاصابه بدرجه كبيره جدا. فاحنا لو حتى ظروفنا بتضطر ان احنا نقعد مده طويله ان احنا نشتغل لمده طويله، فان احنا نعمل احماء في البدايه وان احنا نعمل زي تبريد في النهايه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب دكتور، عايزين نعرف ايه هي طرق العلاج؟ خلاص احنا اوريدي وصلنا المشكله، كويس. طرق العلاج ايه بقى؟ طيب حلو قوي. دي هتبدا المرحله الثانيه زي ما احنا قلنا، اول مرحله لمرحله الحمايه. المرحله الثانيه الاصابه. أوكي. الاصابه بتتقسم لثلاث انواع: اصابه بسيطه، اصابه متوسطه، والاصابه الحاده. الاصابه البسيطه دي عشان نعرفها بتبدا ازاي، علامتها ان انا ابدا احس بالديسكومفورت او اللي هو عدم الراحه، انا مش مرتاح، ايدي فيها حاجه مش مرتاحه، دي اول درجه من درجات الاصابه. طيب انا عايزه افرق، معلش اقف عند النقطه ديت. حضرتك بتقول في اصابات بسيطه ومتوسطه وفي خلاص حاجه طبعا. اوفر. امتى بقى هو يحس مثلا ان الاصابه بتاعته عاليه جدا ويتوجه لدكتور العلاج؟ طب مرحبا بحضرتك. هو من اول ما يبدا يحس بمرحله الديسكومفورت ده لازم يبدا ياخد اكشن. اول ما يحس بالم، اول ما يحس بعدم راحه قبل الالم، ان انا اكون حاسس ان انا مش مرتاح، في حاجه في ايدي غلط، ايدي مش مرتاح، او ان انا مثلا ايدي بتتعب بس بقوم الصبح بعد ما اريحها شويه خلاص بتبدا ايدي ترتاح وكلام من ده. هنا بدا يحصل فيه مشكله. تمام. لو انا اهملت في الموضوع المشكله دي بتتفاقم. فطبعا كل ما انا بعالج المشكله بدري كل ما بتكون حلها اسهل ومده علاجها بتكون اقصر وبتكون المشكله نفسها اقل. كل ما انا بتاخر العضو نفسه بيتصاب اصابه اكبر وبيبدا تنتقل الاصابه لانسجه مجاوره. بمعنى لو انا عندي الاصابه بدات وليكن مثلا في البدايه بتكون الاصابات بتيجي اكتر في الاوتار او الجزء الرابط ما بين، يعني احنا عشان نتكلم بصوره مبسطه شويه، احنا عندنا العضله ترتبط في الاخر بالعظم عن طريق وتر، وكل ده بيبقى فيه حلقات وصل ما بينهم، يعني في حلقه وصل ما بين العضله والوتر وفي ما بين الوتر والعظم. تمام. الالتهابات بتيجي اكتر في الاوتار وما بين في الجزء المرتبط باللقاء ما بين الوتر والعضله، هو ده اللي بيبدا يسبب الالم في البدايه. بعد كده الالم يبدا يتنقل للعضله والالياف العضليه بتاعتها ويبدا يتنقل في الوتر نفسه ويبدا يحصل بقى التهابات وكلام من دوت. تمام. فكل ما بدانا احنا فيه بدري وبدانا نعالجه بدري كل ما احنا هنحل المشكله. طيب الحل. اوكي. فضل. الحل. اتفضل. عايزين بقى نعرف الحل. حلو قوي. اوكي. الحل يبدا نفس الكلام اللي احنا قلناه على البروفلكتيك فيز او اللي هي المرحله الوقائيه، نفس الكلام احنا بنبدا نعمله. أوكي. لان احنا عايزين نبدا نتخلص من الالتهاب ونبدا نتخلص من المواد المسببه للالتهاب المتراكمه في العضلات والمتراكمه في الاوتار. فاحنا بنبدا نفس الكلام بالاطالات، ان احنا نبدا ناخد النسيج العضلي نفسه يكون في الطول المناسب بتاعه عن طريق الاطالات. تمام. الحاجه الثانيه احنا بنبدا نشتغل على الالتهابات المتواجده في الاوتار والمتواجده حتى حوالين الاعصاب، لان العصب بيكون ماشي جوه العضله فبالتالي لازم اتعامل معاه. احنا كدورنا احنا في عندنا في اكتر من تكنيك احنا ممكن بنستخدمه. في حاجه اسمها تسليك عصب. تسليك عصب ده مش جراحي، مش حاجه جراحيه، بس احنا بنبدا نحرك العصب. العصب عندنا بيكون ماشي جوه غشاء او جوه اسطوانه اللي بيحصل مع طول الاصابه، وده ممكن يبقى متواجد في المرحله الثانيه اللي هي الاصابه المتوسطه، اللي يبدا انا احس بالتنميل وابدا احس بالم في ايدي وتقل وان انا مش قادر احرك بشكل كويس. في المرحله دي احنا بنبدا بنشتغل بطريقه معينه ان احنا نبدا نحرك العصب جوه الانبوبه اللي ماشي فيها دي بحيث ان احنا نكسر التصخات. دكتور معلش، هي تقريبا عارفه ان حضرتك معايا، هيبداوا اتصال دلوقتي تليفوني. معانا دلوقتي اتصال تليفوني. مريم. الو. ايوه. الو، ازيك يا مريم؟ ازي حضرتك يا مسرين؟ الحمد لله. كنت عايزه، انا بحب برنامج جدا بتاعك وبشجعه جدا ميرسي. وفكره مركز الحياه بجد حلوه جدا والدكتور بجد. انا احنا عايزين نعرف بس يا مريم، انت من فنانين الهاند ميد؟ طيب بتشتغلي ايه في الاول؟ انا بشتغل كروشيه. طيب في مشكله بتعاني منها او اي حاجه نحب نعرضها على الدكتور؟ يا ريت. طب اتفضلي. الفقرات بتاعه الرقبه والذراع. طيب حضرتك حابب تسالها اي حاجه؟ المشكله فين بالظبط يا مريم؟ يعني هل في تنميل في الايد؟ هل في تقل؟ هل في تسميع في الايد؟ في اي مشكله؟ العضلات نفسها حاسه فيها بالم؟ عضلات؟ لا، هو المفصل بتاع اليد بيبقى بالشغل بيوجعني جدا. ايوه. وفقرات الرقبه طبعا عشان انك بتوطي الرقبه كتير فهو بيبقى فيها وجع. تمام. طيب عمرك كام سنه يا مريم؟ 40. 40. طيب تمام.
شكرا طيب شكرا لاتصالك يا مريم، واسمعي الإجابة دلوقتي. شكرا، اتفضل يا دكتور. طيب بص يا مريم، مبدئيا كده احنا زي ما قلنا اول حاجه ان احنا نبدا نصلح بيئه العمل او المكان اللي احنا بنشتغل فيه، بان احنا نبدا نرفع المستوى اللي احنا بنشتغل بيه بحيث ايدينا تكون مرتاحه ورقبتنا تكون مرتاحه. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين بالنسبه ده احنا بنخش مثلا في المرحله الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الاصابه البسيطه للمتوسطه. تمام. بالنسبه للرقبه انا اكتر حاجه بنصح بيها سواء لالام الرقبه او الام الظهر او الام المفاصل هي الحراره، اي مصدر حراري. اي مصدر حراري بمعنى احنا نجيب كمادات دافيه، نجيب ممكن نجيب رمل سخن ونحطه جوه اي قماشه وبنحطها على رقبتنا. طب دكتور، الكمادات المياه السخنه دي بتبقى مؤقت، علاج مؤقت، ولا ده علاج دايم وفعلا الالم هيروح؟ لا، هو علاج مؤقت وعلاج بيساعد في حل المشكله لو احنا عالجنا سبب المشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو فضلت واخد نفس الوضع الغلط فانا هفضل السبب موجود، والألم موجود، فبالتالي الألم هيفضل يتكرر تاني. تمام. لكن لو انا بدأت امنع السبب وسبب المشكله فاللي موجود هو الألم. ده بيحصل ازاي؟ الألم ده بيحصل بسبب ثلاث حاجات، او هي حلقه من ثلاث حاجات. الألم، الالتهاب، الشد العضلي. لو انا كسرت اي حاجه من الثلاثه، الثلاثه بيبداوا ينخفضوا معايا. بمعنى انا لو قللت الألم، الالتهاب هيبدا يقل، الشد العضلي هيبدا يقل. لو قللت الشد العضلي، الألم هيقل والالتهاب هيقل، قللت التهاب وهكذا. تمام؟ تمام. فاحنا الميه عندنا او الحراره او مصدر حراري بيعمل ايه؟ بيبدا يزود الدوره الدمويه في المكان، بالتالي العضله نفسها الانسجه بتاعتها بترتخي، بيبدا الدم يوصل لها احسن، بيبدا الامداد الدموي اللي موجود بمضادات الالتهاب سواء للعصب او للعضله بيزيد، وبالتالي الالتهاب نفسه بيبدا يقل، العضله تبقى ريلاكسد اكتر او تبقى فيها مرونه اكتر، الالم نفسه يبدا يقل، لان انا العناصر اللي الجسم بيفرزها او المسكنات الطبيعيه اللي جوه الجسم تبدا تزيد في المنطقه دي، لان الامداد الدموي نفسه زاد للمنطقه. تمام. فبالتالي هي الحراره تعتبر علاج سواء للعرض وللمشكله في نفس الوقت، ولكن لازم اشتغل على سبب المشكله الرئيسي. انا سبب المشكله الرئيسي في الحاله دي احنا بنسميه ميكانيكال بين او الم ميكانيكي، بمعنى ان انا واخد وضع غلط او بوزيشن غلط، فبالتالي هو ده اللي بيسبب لي الم، لان الفقرات والغضاريف بيكون في وضع مش سليم. طيب بالنسبه لمريم عشان نساعدها هي تعمل ايه؟ المصدر الحراري احنا بنعمله مرتين على الاقل، مره الصبح ومره بالليل. كمادات ميه سخنه على الرقبه من ورا. على الرقبه. تمام. على الرقبه. وللعلم هو هيبقى جزء كبير من سبب المشكله حتى لو موجوده في الرسخ وفي الدراع، بتكون من الرقبه، لان هو احنا بنبدا نشبهها بالظبط زي كابل الكهرباء الرئيسي، هو اللي موجود في الرقبه وطالع منه سلوك او افرع اخرى بتنزل في الدراع. فدي الضغط على المصدر. طب دكتور، معانا اتصال تليفوني تاني. انا قلت لحضرتك التليفونات كلها النهارده مش هتبطل. معانا مدام غاده. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا فيها الشوكه العظميه في كعب رجليها من تحت. طب معلش الاول مدام غاده، انت بتشتغلي ايه بالظبط في الهاند ميد؟ لا، ربه منزل. نعم، اتفضلي. ربه منزل. ربه منزل. طب حضرتك قولي ايه المشكله، اتفضلي. كعب رجليا في الشوكه اللي هي العظميه، خدت فيها حقنه قبل كده بس رجعت تاني. طب حضرتك حابه تسالي حاجه؟ بقى لها كام سنه؟ او مشكله دي بقى لها كام سنه؟ 4 سنين كنت واخده الحقنه اللي في كعب رجليا. طيب الوزن زايد او حاجه؟ حضرتك وزنك يعني مليانه ولا رفيعه؟ 105. لا، 105. والعمر كام سنه؟ كام سنه يا مدام غاده؟ 105. لا، عندك كام سنة؟ 105. لا. لا، 45 سنة. 35. 35. اوكي. طيب، بشكرك يا مدام غادة، واسمع الإجابة دلوقتي. شكرا لاتصالك، اتفضل يا دكتور. طيب بالنسبة للشوكة العظمية، الشوكة العظمية السبب الرئيسي فيها بيكون الوزن. طبعا الوزن بيكون له دور. ده عنصر او سبب غير مباشر بيسبب المشكلة دي، لكن هو ازاي الوزن بيأثر في المشكلة دي او بيسبب مشكلة الشوكة العظمية؟ احنا بيحصل عندنا حاجة اسمها التهاب في الانسجة الرخوة بتاعت بطن القدم. الانسجة الرخوة دي هي انسجة بتبقى رابطة بطن القدم، بتبقى واصلة ما بين العضلات والجلد وانسجة الجسم كلها. احنا عندنا انسجة الرخوة بتاعت كعب القدم دي بتبقى ماسكة في المكان المسمار بالظبط اللي بيحصل فيه المشكلة ده، وبتكون ماسكه في اطراف الاصابع من قدام. اللي بيحصل عليها زي بيحصل فيها زي تايتنس او يعني شد، بتكون الانسجه ما فيهاش فعل المرونه الكافيه بتاعتها، بالتالي بتبدا تشد على طبقات العظم السطحيه. الشد عليها ده بيعمل استثاره للعظم انه يبدا يعمل ترسيب للكالسيوم في المنطقه دي، وبالتالي يبدا يكون الشوكه العظميه. تمام. طيب حل المشكله دي بيكون عن طريق ايه؟ هو ليها اكتر من حل. رقم واحد، نبدا نعالج المشكله الاساسيه. حل الوزن ده مهم جدا، الوزن ينزل.
رقم اتنين ان انا ببدا بتعامل مع الانسجه الرخوه اللي حصل فيها مشكله او الاصابه نفسها جايه في الانسجه الرخوه، ببدا اتعامل معاها ان انا ببدا بنزود المرونه الموجوده فيها، نبدا نقلل الالتهابات اللي موجوده فيها عن طريق تكنيكس. طب معلش معانا اتصال من دكتور خالد يوسف. الو الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. انا حابه اشكر حضرتك على الهوا تاني، ان حضرتك فعلا الدرع الاساسي في مبادره هنساعد. لا ده انا اللي بشكركم جدا على المبادره الجميله اللي عملتوها. ميرسي لحضرتك يا دكتور. وانا بعيد جدا مبادره بتاعت قناه صحه وجمال، وانا سعيد جدا مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا اسعد بوجود حضرتك معانا وبوجود دكتور عماد، ويا ربي ان شاء الله يكون تعاون خير بيننا. يا رب ان شاء الله يا فندم، وكل اللي فيه حاجه يقدر يعملها يساعد الناس يقدر يقدمها ان شاء الله، يبقى تمرير حسناتنا جميعا ان شاء الله يا فندم. واتمنى يا دكتور خالد تكون معانا حلقه ان شاء الله نتكلم باستفاضه عن العلاج الطبيعي وكل المشاكل اللي بيعاني منها فنانين الهاند ميد. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. بشكرك لاتصالك، شكرا يا دكتور خالد، شكرا. اتفضل يا دكتور عميد. احنا طبعا بشكر دكتور خالد على المداخله معانا، ويعني دكتور خالد ده استاذنا يعني وصاحب فضل علينا جميعا، اتعلمنا منه كتير جدا يعني. هنرجع عشان وقت الحلقه، هنرجع للحاله بتاعت شوكه القدم. احنا بنبدا نتعامل مع موضوع اللي هو الانسجه الرخوه بتاعت القدم نفسها. طب كحل حاجه تعمله في البيت، رقم واحد ممكن نجيب حاجه زي كره التنس او الكان او ازازه تكون دائريه، نبدا نحطها في تجويف القدم نفسه، نبدا نحرك رجلينا عليها رايح جاي كده لمده 5 دقائق، نعمل الكلام ده الصبح وبالليل. ده بيبدا يرخي شويه الانسجه بتاعه القدم. احنا ممكن نبدا في وصفات كويسه جدا، احنا نبدا نوع من انواع الزيوت، حاجه زي مثلا زيت الخردل او زيت الزيتون، ندهن بيها بطن القدم نفسه. يفضل احنا بنعملها زي تدليك كده لمده 10 دقائق قبل النوم، نلبس عليها شراب او حاجه وننام بيها ونصحى بيها الصبح. دي حاجه كويسه جدا لالم بطن القدم او الرجل من تحت. دكتور وقتنا جري بسرعه، احنا عارفين ان احنا عايزين سلسله حلقات، لان احنا فعلا المشاكل عندنا مش هتنتهي، وعايزين فعلا حضرتك توعدنا ان تكون معانا اكتر من حلقه وتتكلم معنا باستفاضة عن طرق العلاج. إن شاء الله تحت أمركم في أي وقت، ويعني نحاول بإذن الله يكون في فرص تانية إن شاء الله. إن شاء الله، بشكرك يا دكتور. فرصة جدا. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا.